واحد يمكن من اهم الاظهره اللي جم في تاريخ الكره المصريه في فتره الثمانينات دي، بعتبرها واحده من اهم الفترات توهجا على مستوى المواهب. في كل مركز من مراكز الملعب تلاقي لاعب موهبه ممكن يكون عمله نادره. الحقيقه انا يمكن لما كنت بعمل فقره الحريف السادسه، كان واحده من الحلقات اللي قدمتها كانت عن النجم الكبير كابتن ربيع ياسين. مهارة ولا أروع، لياقة بدنية، قوة، قدرات، انضباط، تكتيك على أعلى مستوى، لدرجة اللي تخليك تقول أنه لو ربيع ياسين بيلعب النهاردة كان يستحق يكون موجود في واحد من أهم وأكبر الأندية على مستوى العالم. بيشرفني جدا وجود النجم الكبير كابتن ربيع ياسين معنا في حلقة النهاردة من السادسة. عندي موضوعات وملفات كتيرة جدا، أرجو أن الوقت يسعفنا أن احنا نتكلم فيها. نرحب بيه في البداية كابتن ربيع، مساء الخير ومنور الدنيا. يا استاذ حمزه حضرتك منور، وانا سعيد جدا معاك وفي قناه النادي الاهلي طبعا، وموفق دايما وبالتوفيق والى الامام دايما. الله يحفظك كابتن ربيع. واحنا بنشوف كده لقطات ولمحات، احنا بنتكلم على مشوار طبعا كبير مع الاهلي ومع منتخب مصر، في لحظات بالتاكيد كانت فارقه في مشوار كابتن ربيع. طبعا يعني افتتاحيه مشوار الاهلي الافريقي كانت مع الجيل بتاعكم، اول تتويج او ثالث تتويج بقى بعد 57 و59، وغياب طويل لمنتخب مصر بامم افريقيا كان سنه 86 معاكم هنا في القاهره. المشاركه في كاس العالم النسخه التي لا تنسى لمنتخب مصر سنه 90. اهم اللحظات او اللقطات اللي مش ممكن ينساها كابتن ربيع ياسين. هو مشواري كله مع النادي الاهلي طبعا. النادي الاهلي يعني كيان كبير جدا، اي حد يتمنى في مصر او اي تمام في حتى شمال افريقيا او افريقيا كلها انه يلعب في النادي الاهلي. بتشوف النهارده يعني كيان كبير جدا محترم، يعني حاجه عظيمه جدا، نتائج، تنسيق، ادارات، تنظيم، كل حاجه، روح، تركيز، التزام، كيان بيعمل اضافه كبيره جدا لما يكون كويس واقف لمنتخب مصر في نتائجه. طبيعي جدا لما النادي الاهلي بيمشي كويس يبقى منتخب مصر كويس، لان النادي الاهلي معظم 75% من التشكيل بقى من النادي الاهلي. فده مهم جدا. فانا اتشرف طبعا، لعبت 14 موسم في النادي الاهلي كلهم بعتز بيهم، كلهم على مستوى الدوري، الكاس، افريقيا، حاجات كتيره جدا. احنا كل ماتش كنا بنكسبه، بتشوفش الجمهور كان بيجي. احنا عاليين هم حاجتين طول عمرها، اجيال بتسلم اجيال، الكيان، احنا بنخاف على الكيان وعلى الجمهور. طبعا الاداره كانت في ظهر الجميع وموجوده وبتساند وبتخطط وتنظم، كل الادارات ما شاء الله ولا قوه الا بالله، دي حقيقه. فكيان كبير جدا بعتز بكل دقيقه. حتى انا من ساعه ما اعتزلت ابو حميد، يعني انا قعدتي كلها في النادي الاهلي، مش في النادي الاهلي، قعدتي كلها في النادي الاهلي، ثلاث ايام اروح العب كوره وقاعد في النادي الاهلي، حياتي انا بيتي جنب النادي الاهلي الشيخ زايد، ما بروحش نادي الجزيره تعودنا. كان زمان بيتك طبعا 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 كان بقى تعود كبسره، كان يجي الصبح يقعد معانا، خد بالك المدربين كنا بنتلم بيتنا، نريح، ننام، نلعب، ناكل، نمشي. لا النادي الاهلي ده، فانا كل دقيقه، مش كل سنه ولا كل بطوله، كل دقيقه قضيتها في النادي الاهلي اعتقد انا بعتز بيها، وشرف ليا طبعا مفيش كلام. طيب.